قبل ما نجاوبك على كيفاش نجموا نعاولوا نرجع مره اخرى على ارقام يا مريم، خاطر لازم الساده المشاهدين يفهموا زاده، خاطر فما بعض الناس راهو في سيناريوهات كارثيه يعني، وفما نوع من لوتوفلاجيلاسيون قاعده تصير يعني في البلاد، يعني كل يوم نقوموا على كريتيك 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 يعني سا بو اتانتر ميم لا بسيكولوجي. بون مانيش جي با مي فيرتوي تو باش نقوم باناليز بسيكولوجيك، ولكن اليوم مثلا تشوف المديونيه التونسيه، المديونيه التونسيه تمثل 50% من داخل الناتج الداخلي الخام، اللي هو رقم ممكن عليه خاطر كان 30 ولا 50 ولكن مش حاجه كبيره. الناس اللي ناسينه في ال 50% هذايا فما اكثر من 40% من المديونيه التونسيه بالدينار التونسي. بالدينار التونسي. الناس ماشي في بالها اللي ال 35 مليار دينار اللي عندنا قروض كلهم قروض اجنبيه، والقروض هذوما كلهم في الاسواق الماليه. اولا فما 40% من القروض بالدينار التونسي، واحنا ما ريناش يعني دوله الحقيقه ما ترجعش قروضها في العمله نتاعها، نتكلم تحت رقابه السيد الوزير. وثاني حاجه يعني 60% اللي مقترضينهم في الخارج لازم الناس تفهم اللي ماناش مقترضينهم في الاسواق الماليه. جزء ضئيل في الاسواق الماليه وماخذين فيهم دي غارونتي دوتخ ايتا باغ مومون. الاهم الناس اللي يتمول في تونس هما اصدقاء تونس، هما دول، هما صناديق، هما بنوك كما البنك الاوروبي للاستثمار او البنك الافريقي للاستثمار او البنك العالمي او الصندوق النقد الدولي. يعني لهم برشا كلام قاعد يتقال، عندهم شروط هما زاد سيفا. شو هذا هو الكلام توا نرجعوا كيف كيف الشروط ويعطيونا في القروض بالشروط. كيف كيف يعني كي تقرا اللي فما ديزارتيك اللي يخرجوا على المصاريف، نحكيو يعني على 29 مليار دينار مصاريف، وفما ناس تحكي على 100,000 دينار مجلس تاسيسي ما نعرفش عمل، والاخر قد يسافر 200,000 دينار يعني شو. واخر حاجه هذه قضيه الاجور، كيف كيف يعني تقنيا يعني ما نعرفش كان السي حكيم موافقني ولا لا، تقنيا دوله تنجم تقعد راه تخلص الاجور اللي ممكن يصير لها، سكو تنجم سعر الصرف الدينار يعني ينزل تستعمل سو كون ابيل لا بلانش بي، ولكن مش في on n'est pas dans cette logique. مازلنا نتصور مش راهو تفائل فارط ولا يعني هكا يعني انا جو سي ان اوبتيميست ني باش نقوم. اليوم الظرف لازم الناس تفهم، الفوسفات وقف، السياحه وقفت، مداخيل نتاع الدوله وقفت، المصاريف طلعت باكثر من 50%، الاجور طلعت، يعني الجاب هذايا ما فيش يعني يعني جي لامبريسيون لساعات الناس يعني ديكوفغ سا وباهتين، ما فما ما يبهت يعني شنو اللي اليوم لازمنا ناخذ اون تيغ لي بون كونكلوزيون اللي هما ما عادش نجموا نزيدوا في الشارج تاع الدوله، لازمنا نلقاو موارد اخرى، والناس اللي تقول ما نجموش نقترضوا كان ما نقترضوش الحل الاخر هو بيع المؤسسات الوطنيه. فما حلين يعني فماش 400 حل يعني فما حلين، يا باش نقترضوا باش العجز ذا اللي يحكي عليه او الجاب اللي يحكي عليه ينجم يتمول، والا باش نقوموا ببيع بعض او كل المؤسسات الوطنيه. كلام اخر ذاك كلام يعني فيه يدخل فيه سياق يعني سياسه الدوله، اسكو سياسه الدوله لازم الشركات الوطنيه تكون كبيره ولا، وهذا العجز اللي نحكيو عليه، فما وزير ماليه سابق فما محافظ بنك مركزي يتحدث على عجز الشركات الوطنيه اللي كانت هي رابحه قبل 2010، اليوم العجز مليارات الدينارات تقيم تقريبا 3 مليار دينار، هذا مش محسوب زاد. يعني اليوم نجموا نقفوا 5 دقائق ونقولوا الظرف صعيب، ولكن مش مستحيل اللي اليوم تونس كان ترجع فيها النمو، كان يرجع الاستثمار الخارجي، وكان يرجع القطاع الخاص في الاستثمار، وكان نفتحوا تونس بطريقه يعني اليوم يفوت كونسيكون، يعني لازمنا نقولوا اسكو تونس تحب تستقطب الاستثمار الخارجي ولا لا؟ كان تحب تستقطب الاستثمار الخارجي لازم تقارن روحها بمصر وبالمغرب وبالجريس وبايطاليا، وهذوكم البلدان شعاطين يعني ديزافونتاج المستثمرين الاجانب، ولازم مجله الاستثمار الاجنبي تكون اسهل مجله استثمار. فوكا سوا ريفيزي. مي لازم الناس زاده تكون واعيه اللي فما ميادين كبيره كانت تمول في الدوله، الفوسفات، المداخيل السياحيه، هذوما كلهم يعني في 3 ولا 4 سنين اللي فاتوا، خلينا نقولوا يعني نقصوا بصفة كبيرة، ولهذا اللي خلق العجز.